معنى بالنسبة للبسطاء أو للعامة يبدو واحد، تجميل الأجسام هو تجميل الأسنان. تجميل الأسنان بيفرق في نفسية العيان جدا جدا. أنا أصعب لحظة في حياتي لما أشوف عيان جاي نفسيته تعبانة بسبب أسنانه، وفجأة نفسيته اتظبطت بسبب إن شكله بقى حلو. مشكلة كبيرة قوي الأخطر من فقدان الأسنان، من إن أنا معرفش آكل، الترهلات اللي بتحصل في الوش. التكنولوجيا بتبقى تكنولوجيا بائدة بعد سنة من استخدامها، الأسنان تجري جري الوحوش. احنا بنشتغل على السمايل مش بنشتغل على الأسنان، وده اللي المفروض كل دكاترة الأسنان يشتغلوا عليه. الفينير حاجة حلوة قوي، الناس بوظت سمعتها شوية. تقبل اللثة للتركيبة هو ده اللي يفرق دكتور عن دكتور. يروحوا يجيبوا بيكربونات ويقعدوا وقشر الموز ويعملوا فحم، خلطات والفحم. هتبيض على فكرة لمدة يوم واحد وهتسود بعد كده. الدكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان، مؤسس مركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. الضيف العزيز دكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي للأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم للابتسامة المعتمد من البي دي سي بإنجلترا. أهلا بيك دكتور عبد الله. ازيك يا دكتور أيمن؟ منورني. أنت أكتر والله. نفسي يعني يبقى معاناة الناس على الكاميرات وازاي تحولوا، خصوصا في طب الأسنان، احنا بنحاول نعمل ده، يعني انت بتحاول تعيش الإحساس ده صح؟ احنا بنحاول كل مرة لما بنيجي نتكلم، ان احنا انت هتلاقي نص اللقاء ما بنتكلمش على الأسنان أكتر ما بنتكلم على الحالة النفسية وشكل العام للبيشنت. مش بتكلم بس على السنان، انت هتلاقيني بتكلم على تأثير السنان في الشكل العام، في سنه، في حالته النفسية، في كل حاجة. الموضوع ما بقاش أسنان بس، أنا بقيت مسؤول إن أنا أخلي الناس شكلها كله حلو، الناس نفسيتها كلها مبسوطة. أنا دلوقتي ما بقيتش مسؤول إن حد موجوع يخف، دي أبسط حاجة. أنا دلوقتي مسؤول إن أنت عندك مشكلة ما وأنت بتضحك مثلا، بتحط إيدك على بقك، مش عارف تاكل كويس، عندك مشاكل في الثقة في النفس عشان شكل ابتسامتك. أنا دلوقتي ده الأكتر حاجة شغلة بالي إن أنا أعالج الموضوع ده. بس فما بقيناش نركز قوي على الأسنان في اللقاءات، بقينا نركز على الفيس ككل، أو ده الترند اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، إن احنا بنركز على شكل العام للعيان. هل تجميل الأسنان يقدر يتحكم في سن الإنسان؟ ده تجميل الأسنان هو أهم عامل في تحديد سن الإنسان. ليه؟ أنت دلوقتي الوش بتاع الإنسان ده متقسم ثلاث أجزاء، الجزء اللي فوق والجزء الثاني والجزء الأخير. آخر تلت ده هو اللي بيتغير في شكل الإنسان، يعني القورة مع السن حجمها مش بيصغر، المسافة من العين للبق حجمهم مش بيصغر. إيه المسافة اللي بتصغر أو بتتأثر؟ هي المسافة اللي من الشفايف لحد الدقن اللي تحت، دي اللي موجود فيها الفكين والأسنان. فاذا مع تقدم العمر ايه اللي بيحصل؟ الاسنان بتتاكل، العظم بيتاكل، بيبان الانسان اكبر في السن. احنا مثلا لو شفنا حاله زي دي، الحاله دي انت من النظره الاولى كده تديها كام سنه او تديها ان هي في سن قد ايه؟ 50 ده بالظبط، عندها 51 سنه. طيب انا الحاله دي ليها قصه. الحاله دي جت العياده، كانت عند دكتور قبلي بتاع اسنان. بص بقى الخطه العلاجيه اللي قالها لها ايه. قال لها انت بصي، شايفه الحاله دي مبدئيا، نتكلم عن الاسنان وبعدين نتكلم على الوش كله. مبدئيا كده ناحيه اليمين في سنتين طالعين فوق قوي، وناحيه الشمال مفيش. طب ده اصعب من لما يكون في الناحيتين في مشكله. لما يبقى في ناحيه واحده مشكله بيبقى اصعب ان انا اظبط الناحيه الثانيه. لو الاثنين فيهم مشكله بسيطه، ناحيه يمين الشاشه بالظبط اللي هي شمال العيان بالظبط،
تمام. دي القصه اللي الدكتور بقى هي راحت لدكتور ايه اسنان، ما راحتش لدكتور ايه تجميل اسنان. قال لها ايه، احنا هنخلع السنتين دول ونزرع عضم، وبعد زراعه العضم نزرع اسنان، وبعد زراعه الاسنان نركب اسنان. طب البروسيدير دي او الـ 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 الخطه العلاجيه دي هتكلف البيشنت فلوس قد ايه، وقت قد ايه؟ يعني هي عندها مثلا 51 سنه، طيب هي هتقعد في القصه الخطه العلاجيه اللي هو قالها لها دي حوالي سنتين. يعني انت متخيل رايح تجمل اسنانك، تجملها وانت رايح وانت عندك 51 سنه، تستلم الشغل وانت عندك 53 سنه، انت متخيل الكارثه اللي هي فيها؟ هي هتقعد سنتين بالظبط، هتزرع عضم، هو الخطه اللي هو قالها لها هتزرعي عضم، بعد ما تزرعي عضم هتزرعي اسنان، هو عايز يخلع لها السنتين اللي فوق دول. اه هتزرعي اسنان، بعد زراعه الاسنان نركب بقى نعمل التجميل. طيب انا اول ما جات لي البيشنت دي هي يعني هي دلوقتي بقت يعني صاحبتنا، كلنا صاحبه العياده كلها، احبها جدا يعني. اول ما جت قلت لها بصي سيبك من اسنانك خالص، انا دلوقتي عايز اصغرك 10 سنين. قالت لي هتصغرني ازاي؟ قلت لها انا هعمل لك سمايل ديزاين، تصميم للابتسامه مع وشك كله، لان انا اول ما شفتها لاحظت ان المسافه من مناخيرها لدقنها صغرت شويه، اذا لو انا كبرتها شويه، لو طولت المسافه دي تاني هترجع تاني صغيره في السن. طب لو شفنا الصوره اللي بعدها، ادي كده للبيشنت دي عملنا اسنانها بس كده، بس سيبك من الاسنان، اه سيبك من الاسنان خالص، ادي عمر للكلاينت دي او للبيشنت دي يعني 36 37 36 35 35. طيب هل طب الشغل ده خد وقت قد ايه؟ ده اه بالفكر الجديد باللي انت بتحكي عليه ممكن قوي اسبوع، 4 ايام. حلو. طيب 4 ايام تصغر في سنها 10 سنين زي الفل، خلي بالك ولو شويه فيلر بقى كمان. ما هو انا وديتها للدكتور. لا عايزين الصوره اللي قبلها تاني، قبلها كده اه الصوره دي. بص الحاله، بص المسافه بين مناخيرها ودقنها في الصوره اللي على الشمال، والمسافه بين مناخيرها ودقنها في الصوره اللي على اليمين، هتعرف هي ازاي صغرت في السن 10 سنين. اكتر من 10 سنين، 15 سنه احنا زودنا لها طول اسنانها وخلينا لها المسافه كبيره شويه فرجعت صغيره في السن. احنا ما لمسناش الاسنان، هي بتتحايل عليها تعمل الاسنان اللي تحت بس هم مش باينين، شايفهم؟ لا ولا في دي ولا في دي باينين. طيب لو هي كانت عملت اللي الدكتور اللي قال لها الخطه الاولانيه عليه، قال لها احنا هنخلع السنتين دول وهنزرع عض مش عارف ايه وقصص كبيره، وما كانش هيجمل، هو اصلا بيبص على الاسنان، المفروض تجميل الاسنان دلوقتي تجميل للعيان كله، انا ببص على الفيس على الوش بتاع البيشنت. السنان امرها بسيط، تجميل الاسنان ده بسيط جدا، تجميل ان انا اصغر البيشنت دي بس في الوقت ده بالتركايه البسيطه دي هو ده اللي فرق. احنا دلوقتي عدلنا، لو جبنا بقى الصور اللي بعدها تاني، بص مثلا صوره من الجنب، تخيل ده شكلها من الجنب، بص المسافه من مناخيرها ودقنها اللي تحت قريبه جدا جدا. ما دام ليه بقى ده حاصل؟ مع تقدم العمر السنان بتقصر والعظم بيتاكل. طيب احنا لو شفنا الصوره اللي بعدها هتلاقي، بص كده، بص المسافه كبرت ازاي، طولت. ده بيدي الوش الشكل البيضاوي بتاع الشباب بالظبط، اللي هو بقى بيطول الوش شويه بالزبط. بدل كل ما الوش يبان بيضاوي يبان مثلث مقلوب لتحت بالظبط، كل ما الاسنان يبان اصغر. بص الفرق بين الصوره اللي على اليمين وعلى الشمال، انا مش عايز الناس تبص على الاسنان اصلا، انا عايز الناس تبص على سن الكلاينت دي او سن البيشنت دي. سنها صغر 15 سنه ببروسيدور او بحاجه بسيطه قوي، تطويل حجم الاسنان. طبعا ده حاجه مدروسه على وشها، يعني الطول اللي احنا عاملينه ده هتلاقيه ماشي مع الشفه اللي تحت، كل حاجه مظبوطه، يعني مش معمول اي طول وخلاص. يا سلام الفيلر بقى مع الحاله دي، مع فوق وتحت هترجع 30. هترجع والله هتبقى اقل من 35، هتبقى 35 بالظبط. الخطه بتاعتها فيها فيلر، يعني الفيلر هي محتاجه فيلر، هي محتاجة. طبعا فيلر خلاص، احنا السنان جميله جدا، الفيلر بقى عشان الوش كله. نفسي ولو ان ده صعب شويه في بعض الحالات بنقدر نعملها، هنشوف الوش ككل، لان هنا هيبان شغلك اكتر لو كان الوش كله بالظبط. بس هي طبعا يعني عشان خصوصيه بالظبط،
ما جبناش الصوره يعني. لو شفنا بقى يعني لو في قول لي لو في انا عايز الصوره الاولانيه خالص. اول صوره، اول صوره كانت بمشاكلها بالظبط. نتكلم بقى في الاسنان. احنا كل ده عمالين ايه نتكلم وبنسى ان انا دكتور اسنان. احنا بقى عايزين نتكلم دلوقتي شويه في الاسنان. الحاله دي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان السمايل بتاعها عامل حرف الاس بالعرض، يعني في حته من فوق عاليه ناحيه اللثه، ومن تحت مفيش ناحيه اليمين، ناحيه السنتين اللي في النص قصيرين شويه، اليمين مظبوطين بس مش قوي. انا اسهل لي جدا ان حاله تجيلي كلها بايظه بس ما تجيليش بسنه، يعني جزء يمين بايظ والشمال سليم. انت عارف لو اليمين بايظ والشمال بايظ بسيطه، الفكره كلها والتركايه كلها ان انت تظبط حاله فيها يوني لاترال شفت كده بالظبط وتظبطها. هي دي القصه، والبيشنت دي بقت صاحبتنا جدا، بنحبها جدا. انا بس عايزك في الحاله من الجنب متصوره قبل من الجنب، انا عايزك تقول لي ايوه هي. لان دي باين فيها المشاكل اكتر كمان بالظبط. الحاله دي من الجنب، انت لو شفت ما ينفعش السنان ما تبقاش لامسه الشفايف اللي تحت، الناب والسنه اللي جنب اللي في النص قصيرين جدا، دول طالعين لفوق بسبب تاكل في العظم. فهو الفكره كلها اختيار دكتور الاسنان. دي اول حاله اعرضها لك جايالي من اول مره من غير ما اعيد شغل حد. اه دي اول حاله. اول حاله ما شاء من الله ساعه ما اول حاله تجيلي على طول. ماشي، ترشي للسنتر كويس برضه. حلو. هل ممكن يعني لو احنا الحاله دي احنا منبهره يعني جميله جدا، لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي دخلتني في قضيه تانية، قضيه العلاج بالقطعه او بالجمله او قطاعي وجمله. في ناس دلوقتي كتير ماشيه باسلوب ان هو شخص نفسه ويجي يقول لك انا عايز احشي لي ضرسي، اه سنتي واقعه مش عارف السنه دي ايه مكسوره شويه دي بالزبط. دي انا عيبي كله مشكلتي كلها في السنه دي. انا هعرض لك حاله دلوقتي، العيان ده فضل 18 سنه، العيان ده لا لا فضل 18 سنه يعالج سنينه. الحاله دي هو بيعمل ايه؟ سنه بايظه يروح يحشيها. هو زهق من دكتور السنان، هو زهق من دكتور، بقاله 17 او 18 سنه بيعالج اسنانه، كل شويه حشوه طب بص السنتين اللي في النص تحت دول تركيبات وقعت، فوق حشو كله، كل سنه محشيه حشوه. طب انا ليه اروح لدكتور الاسنان 17 سنه؟ ليه؟ طب ما انا عارف الفرق يا دكتور ايمن بين لما تعمل عمره للعربيه كلها ولما كل شويه حاجه تبوظ تروح تصلحها، حاجه تبوظ تروح تصلحها، طب ما تعمل عمره وتستمتع بيها. الحالة دي لو شفنا الأسنان بعد هتلاقي الحالة دي اتعملت في 4 أيام. بص الأسنان بعد 4 أيام بقى كده، 4 أيام يعني ده الراجل ده ممكن يجيله صدمة فرحية، بيقول لي أنا بتعالج بقالي 17 سنة، عمل عمرة لأسنانه كلها 4 أيام رجع كده. هو زهق من دكاتره الاسنان. تعبير عمره ده حلو. اه والله. هتعمل اسنانك كلها مره واحده بطريقه مظبوطه، الحاجات دي لها جرانتي ضمان مدى الحياه. خلاص انت ما اي حاجه تحصل لهم بتاعت الدكتور اللي اشتغل لك. ده عمل كراون طبعا. عمل كراونز طبعا لان اسنانه كلها حشوات. اه طبعا. طب الدكتور اسنان قد الدنيا. ده عمل كراونز كل الاسنان فوق وتحت في 4 أيام. هي الفكره كلها في الوقت، هو مش مصدق طبعا الوقت. هو ما بيبقوش مصدقين يعني بيقول لي انا رحت لدكتور الاسنان على مدار ال 17 سنه دول فوق ال 50 مره. ما هو الضرس بيحشيه ويقع تاني. ما طب فبيقول لي انت هتعملها في جلسه والتانيه بقول له الدنيا الجديده الشغل الستايل الجديد في الشغل هو ان انت تعمل كل الاسنان مره واحده مدى الحياه. هي دي الفكره كلها، انا مش عايز اقعد اروح لدكتور الاسنان واجي هي مره والتانيه بتستلم 4 أيام شكرا سلام عليكم. روعه روعه. وبعدين الجارانتي يقعد بقى انت زي ما انت قلت مدى الحياه يعني. مدى الحياه كراون يعيش بيه. وشوف الصوره بقى، انا نفسي كنت اشوف وشه كله مختلف عشان تعرفوا قيمه الاسنان. الوش كله بيختلف وحالته النفسيه ايه. طيب هو على فكره جاي لنا من دوله خليجيه ومش قايل لحد ان هو يعملهم، وهو مروح يعني هو جاي لنا مصر بالسنان اللي فوق ومروح لهم تاني بالسنان اللي تحت. مش قايل لحد، مش قايل لحد، ده البلد كلها هتعرف. مش البلد ده مش هيعرفوه بالظبط، مش هيعرفوه والله.
يعني حد تاني خالص. هي الفكره كلها في التايمينج، في الوقت. اربع ايام هي دي الفكره. دايما اقول جمله، البس اعلى براندات، البس احلى ساعات، اعمل احلى استشوار، شعرك عامل ازاي، سنانك لو مش حلوه كل ده راح. هي اللي في الوش هي على طول. هي اللي في الوش. هي السنان. قول لي بقى السنان واللثه، هل احنا ظالمين اللثه؟ هل المرضى ظالمين اللثه؟ انا هقول لك على سر. اللي يبين دكتور اسنان ده شاطر ولا مش شاطر اللثه، تقبل اللثه للتركيبه اللي هو عاملها. انا لو اللثه بتاعتي اتعملت، لو الشغل بتاعي مظبوط، اللثه هتتقبل. مش بكلمك في اول 10 20 يوم بعد العلاج، بكلمك على اللايف تايم. انا لو اللثه بتاعتي تقبلت التركيبه اللي انا عاملها، ابقى انا كده دكتور شاطر. الحاله دي عملت تجميل اسنان، اللي في بقها ده تجميل اسنان. ليه؟ اللي احنا بنكرره كل شويه، راحت لدكتور الاسنان اللي جنب البيت، اللي هو بيحشلها ضرسها واللي هو بيخلع لها ضرسها، قالت له جمل لي اسناني. طيب عمل لها ايه؟ هو ما عندوش خبره ومش ملم بالتجميل، فقام عامل ايه؟ بارد الاسنان ومختار ماتيريال غلط. طب الماتيريال الغلط دي عملت ايه؟ خلت لون اللثه اسود. طيب لون اللثه الاسود ده العينه جايه. بس قبل معلش، الحته دي انت كتبتها بسرعه. ايه ماتيريال غلط؟ مش فاهم يعني ايه ماتيريال غلط؟ ماتيريال اللزق، ما انا فاهم. لا، ماتيريال غلط يعني خامه الاسنان المستخدمه في التجميل غير مناسبه للتجميل. اشرح لي بقى الحته دي بالراحه كده وعلى مهلك. حلو قوي. التركيبه اللي راكبه لها دي اسمها ايه؟ بورسلين. البورسلين ده فيه حديد من جوه. ولسه حد بيستخدم الحاجات دي؟ لسه بيستخدموه. انا عمري ما، انا دلوقتي مش بستخدمه نهائي طبعا، بس هو دلوقتي لسه بيستخدموه. لو حد دكتور شويه كبير في السن، هما طبعا على يعني عندهم خبره واكسبيرينس وكل حاجه، بس مش بيبقى ايه الحاجات الجديده مش بتبقى يعني مستخدمه كتير عندهم. الفكره كلها الحاله دي العيانه، انا عايز اقول لك كمان، هي لما راحت بقى لدكتور شاب صغير زينا، قال لها ايه هعالج لك الحاله دي ازاي، دكتور مشهور جدا. الحاله راحت تجمل اسنانها، خرجت بالشكل ده من عند دكتور مش فاهم اي حاجه في التجميل. راحت عند دكتور تجميل، يعني عملت اللي عليها. عملت اللي الدكتور التجميل قال لها ايه؟ اولا انت محتاجه علاج للثه. ايه علاج للثه ده؟ عايز يشيل طبقه من اللثه. هو فاكر ان اللون الاسود ده اللثه بقى لونها اسود، هو ما يعرفش ان اللون الاسود ده لون التركيبه. قال لها انت عايز علاج للثه. علاج للثه ده بياخد وقت كبير جدا، بياخد 15 يوم بس. وبعدين يشيل السبب، ما هو السبب هو التركيبه. بالظبط. هو قال لها انا عالج لك اللثه. تريتمنت ذا كوز. طيب انت دلوقتي هتشيل، ما هو اللون ده على فكره، اللون ده مش لون اللثه بتاعها مش اسود، ده لون الحديد اللي داخل في اللثه هو اللي عاكس السواد ده. طيب قال لا، الدكتور الاولاني بوظ لها الدنيا، ما ينفعش الماده دي خالص في التجميل. الدكتور التاني حط لها تريتمنت بلان غلط، خطه علاجيه غلط. انا هبدا باللثه وهشيل لك التركيبات دي واعمل لك حشو عصب في اسنانك كلها واركب لك تركيبات. انا عايز بقى اقول على معلومه لاي حد بيتفرج علينا، لو دكتور اسنان قال لك اعمل حشو عصب او علاج جذور للتركيبات قبل ما تركب، اعرف ان هو دكتور مش شاطر. انا بعمل علاج عصب في الضروره القصوى. ما ينفعش يا جماعه نعمل علاج للعصب قبل التركيبات، لان ده بيأثر من حاجه ميته وحاجه حيه. انا لا تعيش اكتر الحاجه اللي فيها روح. ما تعملش علاج عصب قبل التركيبات الا للضروره. لان دلوقتي الناس بتستسهل، تقوم عامله علاج عصب ركب الاسنان. دي الحاله فوق، ودي الحاله بعد. تخيل يا دكتور ايمن ان احنا ما لمسناش اللثه واللثه رجعت طبيعيه طالما شلت السبب. شلت السبب. تريتمنت اوف ذا كوز. انت بتستخدم تركيبه مناسبه للتجميل. تركيبه مناسبه للتجميل. بالظبط. الحاله دي ما اتلمستش اللثه. ما اتلمستش. عايزين نعمل حلقه عنوانها خفايا عالم الماتيريال. دي حلقه هتبقى جامده. نفسك فيها انت من زمان دي. جدا. قلت لك عليها قبل كده مره. هعملها لك، هعملها لك. بس دي على فكره هتحرج ناس كتير. هعملها لك. الخامه اللي فوق دي اسمها بورسلين، دي انا ما بقتش استخدمها اصلا في الضروس الخلفيه. تخيل بقى اللي هي ما فيها حديد يعني قويه. انا لو دكتور عندي ضمير، انا هسالك سؤال، سيبك من طب الاسنان. لو انت مركب
سنه تركيبه اسنان. انت عايز التركيبه نفسها لو حصل مشكله، لو وقعت على وشك او اي حاجه، التركيبه نفسها هي اللي تتكسر ولا سنتك اللي جوه اللي تتكسر؟ انا عايز التركيبه اللي تتكسر. انا عايز سنتي اللي تحت هي اللي تفضل سليمه. فالناس بتعمل ايه؟ بتعمل تركيبه قويه قوي بحيث ان لو حصل اي مشكله السنه اللي جوه تتكسر والتركيبه تفضل سليمه. يا سلام، شفت التركيبه اللي فوق دي لو حصل لا قدر الله اي حادثه للعيانه؟ ده حديد. حديد. الحديد حصل له حاجه؟ لا ولا اي حاجه، سنتها اللي جوه اللي هتتكسر. طب يا فرحتي، طب انا كده هضطر ازرع. هترجع للدكتور هيقول لها شفتي التركيبه قويه ازاي وسليمه ازاي؟ هي سنتك اللي اتكسر. مع ان انا ببقى عامل تركيبه نفس قوه الاسنان بحيث ان لو حصل اي مشكله، اي حادثه حصلت، اي خبطه، اي خبطه بنيه، اي حاجه، انا عايز التركيبه تتكسر واغيرها لك، ما عنديش مشكله، بس مش عايز سنتك يحصل لها حاجه. دي الفرق بين العيان برضو لازم يبقى على وعي، لان هو ساعات بيجي يقول لك انا عايز تركيبه قويه. لا، انا بختار لك تركيبه نفس قوه اسنانك. الفرق بين فوق وتحت حاجتين. العيانه البيشنت او الكلاينت ليها جزء 70% والدكتور 30%، لان الدكتور هو معلوماته كده. الدكتور ده مش بيخم العيانه دي، الدكتور هو معلوماته كده عن التجميل. فانت اللي لازم تدوري ولازم تتعبي عقبال ما تلاقي دكتور التجميل اللي يبقى فاهم حالتك ويبقى متخصص في التجميل. انا عندي كل التخصصات، انا عندي علاج الجذور. طب ما انا بعرف اعمل علاج الجذور، هل انا هعمله؟ عمري ما هعمله. عندي تخصص اللسع، انا بعرف اجمل اللسع، هل انا اجملها؟ عمري ما هجملها. عندي كل التخصصات في العياده، كل واحد بيشتغل تخصص واحد فقط. اسالك بقى سؤال، دي قضيه كبيره جدا، حكايه بروز الاسنان، لان في ناس كتير عندها بروز الاسنان ده في مصرنا الحبيبه، في الوطن العربي كتير، عيوب جينيه، معرفش في حاجه يعني بتخلي البروز، وفي العالم الحقيقه البروز موجود، بس هل البروز يتصلح بتخويم ولا يتصلح بتركيبات؟ انا عايز اقول لك معلومه ممكن تفيد ناس كتير قوي. على فكره بروز الاسنان بنسبه 70% سبب عدم وجود دروس خلفيه. لو دروسك اللي ورا بايظه وانت بتاكل على اسنانك اللي قدام، حتى هما مش مهيئين ان انت تاكل عليهم، هيقوموا طالعين لبره. بتلاقي الحاله دايما جايه اسنانها اللي فوق مرفرفه لبره واللي تحت مرفرفه لبره، من غير ما اكشف عليها ولا اي حاجه بقول لها انت ما عندكيش سنان، ما عندكيش دروس خلفيه. تقول لي عرفت منين؟ اقول لها لان اسنانك الرفرفه اللي هي فيها دي حد ما عندوش دروس خلفيه. طيب في خناقه مشهوره قوي بين دكاتره ايه؟ التجميل والتقويم. انا اجمل ولا اعمل تقويم؟ دكاتره التقويم يقولوا على دكاتره التجميل ايه؟ اللي انت بتعمله ده بتبوظ السنان اللي ربنا خلقها. دكاتره التجميل يقول لك يا عم شكل السنه وحش، انت شكل السنه انت هتقوم وفي الاخر هتطلع لبسمه وحش. عايزين نفرق بين التقويم والتجميل. التقويم نفس شكل اسناني، لو هي سليمه بظبطها برجعها في مكانها الطبيعي. التجميل بغير شكل الاسنان. طيب انا حاله زي اللي شغاله في الفيديو اللي فوق دي، دي عندها بروز في الاسنان، شكل اسنانها وحش جدا، عندها مشاكل كتير في الاسنان، اسنانها دي كمان مش اسنانها دي حشو. طب انا الحاله دي بعد التقويم هعمل تركيبات عشان احافظ على الاسنان. طب ما انا اعمل من الاول تركيبات. يعني انا ليه ادخل العيانه في تقويم مع ان هي اسنانها بايظه؟ يعني اسنانها مش بايظه بس محتاجه شغل، فيها حشو وفيها بروز، فيها اعوجاج، فيها شكل السنه نفسه طويل قوي. طيب انا الحاله دي، طب انا هعمل لها تقويم وهيقعد سنه. طب بعد السنه دي ما انا هركب تركيبات. طب ما انا اركب تركيبات من الاول. انا ليه ادخل العيان بتاعي؟ ليه بنكره الناس في دكاتره الاسنان؟ مش انت بتلاقي حاجه مشهوره قوي انا بكره دكاتره السنان اول ما العين يخش لي؟ لا، ده في قاعده من اكتر من دكاتره السنان، في ناس في قطاع كبير جدا في العالم كله يقول لك انا اكره الاطباء. على فكره ده موجود في العالم مش موجود في مصر بس. احنا اللي وايت كوت يعني كده. لا بس دكاتره الاسنان اكتر طبعا. انا ما بحق يعني الفكره كلها ان ليه اضايقه؟ ليه اعمل له تقويم سنه ولا سنه ونص؟ على فكرة من التقويم ده ما انت هتخلع له دروس. بعد التقويم اركب لك تركيبات. طب ليه؟ ما انا ممكن اعالجك بالتركيبات من الاول. بس دي في حالات معينة، في حالات بروز الفك دي لازم تقويم. انما حالات بروز اسنان بس والاسنان بايظة وشكلها محتاج يتعدل وفيها حشوات وعاملة فيها علاج جذور، طب ما انا اعمل لك تركيبات من الاول، تجميل ده في 4 ايام. الحالة دي في 4 ايام. الحالة دي بتتحسن في ده ايه ده بقى؟
ده مش عارف ده. دي حالة عملت تجميل أسنان تركيبات تركيبات بره. اه طبعا يعني دي جايه لي فقد الثقة في نفسها جدا، يعني بطريقة يعني عشان أضحكها قعدنا مثلا نص ساعة عشان نخليها تضحك. دي عمل دي على فكرة دي عاملة ده من أسبوعين. اها يعني جديد لانج ده جديد لانج ده قبل. بص اللزق في فوق الأسنان باين. طيب بص السنة اليمين والسنة الشمال، هو في حاجة غريبة جدا الدكتور عملها، إن هو حط لها شفت اللثة الصناعية اللي فوق دي، أنا مش عارف على ناحية الشمال يعني ماشي. أنا يعني بس أنا بس سؤالي، هو استخدم إيه، كراونز ولا فينير؟ هو استخدم بريدج يعني كوبري. الفكرة كلها أنا مش فاهم إيه سبب الحالة دي تتعمل بالشكل ده، ملهاش سبب. إحنا لو شفنا الصورة اللي بعدها مفيش سنة زي التانية. طيب دي كده إعادة تجميل، مش أنا بقول لك كل الحالات إعادة تجميل. بص الحالة كده، إحنا دلوقتي أنا عايز الصورة اللي بعد كده، عايزين نقرب شوية. بص كده بص الحالة فوق والحالة تحت، إيه الفرق بينهم؟ اللي فوق ده دكتور أسنان، اللي تحت ده عندنا دكتور تجميل أسنان. طيب اللي فوق لقى اللثة بتبان، ما عملش أي حاجة، زود لها لثة في التركيب. طب ما تطلع اللثة دي لفوق، يعني شيل من اللثة، خلي كل ده ما يبانش، خلي السنان السنتين في النص قد بعض. بص لشكل ضحكة العينة اللي فوق وشكل ضحكة العينة اللي تحت، هما الاثنين عينة واحدة. ايه الفرق بينهم؟ اللي فوق دي اصغر من اللي تحت، اللي فوق دي اكبر من اللي تحت بقد ايه؟ هتلاقيها اكبر ب10 سنين مع ان هي هي العينة. هي هي المريض. الفكرة كلها الكلام ده اتعمل في قد ايه؟ يعني هي عالجت الكلام اللي فوق ده في قد ايه؟ اللي هي عملته فوق ده 3 شهور، تحت ده في 4 ايام برضه. المرة الجاية بقى أو اللي بعديها شوف أنت في من الملفات اللي هتتفتح، الماتيريال خفايا هذا العالم. هفتح لك أنا الموضوع ده. ماتيريال خفايا هذا العالم. الحاجة التانية تقولي حقيقة الصراعات اللي إحنا بنشوفها على السوشيال ميديا بين بعض الناس في طب الأسنان. ماشي. يعني عدم منطقيتها. هتلاقي حوار وتراشق في الآخر على لا شيء، يعني لا مش فاهمين إيه اللي ورا الموضوع، إيه الأسرار اللي ورا، هل الأسرار إن أنا عايز أتشهر أو أعمل لنفسي شهرة ولا فعلا في خناقة ولا غيرة؟ لا مفيش خناقة صدقني. ما هو انا بقى مش هتقول المره دي، تقول المره الجايه ان شاء الله. ده من ضمن انتظروا المره الجايه حوار مثير للغايه مع ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمراكز برايتي للاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمصمم للابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. بتنورني دايما وبتبهرني وبتسعدني بهذا الحوار الممتع جدا. دايما حوار مختلف، دايما حوار فيه الكثير من العلم والكثير من التفاصيل الدقيقة، لأن الأسنان بقت علم التفاصيل الدقيقة في الناس الحلوة.